فهذه تعطيهم فرصة أنهم يشاركوا ويمارسوا في الألعاب الشتوية. We would find concepts that would be more sustainable and more environmentally friendly to also have a to secure the legacy also of these sporting events. You know, I have a winter sports background. I wish we would see Olympic Winter Games for 100 years to come. هم قاعد يحسسون ان السعودية حتكون السبب الوحيد لل انه ما يكون في ثلج في 30 سنه، وهم قاعدين يدققوا على السعوديه ويدققوا على الصين انه نبغى نستضيف ونبغى نبني اماكن للتزلج. بس يعني هم لازم يشوفوا انه هم كمان قاعد يستخدموا الثلج الصناعي. This eventually leads to the downfall of the whole concept of Olympic Winter Games, Asian Winter Games, any big scale competition. اليوم بشكل عام مو بس تروجينا مرة قاعد يحافظوا على البيئة، فالناس ما أدري لازم يهدوا شوي ويلاحظوا إنه ترى مو بس السعودية اللي قاعد تبني أماكن للتزلج.